السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي الكرام، فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي ديلي سلوبنا. كما وعدتكم في الفيديو السابق، غادي نحضر معكم غلاساج لامع ناجح من أول تجربة وسهل. كنتمنى هاد لا فيديو يعجبكم وينال استحسانكم. ما تنساوش أنكم تبارطاجيو القناة ديالي مع الأحباب والأصدقاء. إذا عجبكم الفيديو فضغطوا على زر الاشتراك بالنسبة للناس اللي أول مرة كيتشوف القناة، وما تنساوش أنكم تديروا لي لايك وتخليوا لي تعليق. شكرا لكم وفرجة ممتعة إن شاء الله. ودابا غادي ندوزو إن شاء الله باش نحضرو مجموعين الكلاصاج ميغوار. بالنسبة لهاد الكلاصاج غادي نحتاجو هنايا 150 غرام ديال الشوكولا. بالنسبة لي أنا هنا عندي شوكولا غيش، تقدروا تعوضوها بشوكولا دارة بيضة، ولكن أنا ما كيكونش نفس المذاق، بالتأكيد هاد الشوكولا كيكون حسن. وعندنا 150 غرام ديال سنيدة، 150 غرام ديال كليكوز، وعندنا هنايا 100 غرام ديال لاكريم فريش. غادي نحتاجو 75 غرام ديال الماء، كذلك غادي نحتاجو 4 طبقات ديال الجيلاتين، وغادي نحتاجو الملون اللي غادي تحتاجو نتوما. بالنسبه لي انا فغادي نحتاج هذا الملون الاحمر. وكنبداو على بركه الله. غادي ناخذ كاسرول، غادي ندير فيها السنيده، نزيد عليها الماء، وغادي نزيد عليها حتى الجليكوز. بالنسبه للجليكوز اللي كيلصق ليه في المعلقه، فمن الاحسن انكم تفزقوا المعلقه بالماء وتخدموا بيه، كيجي حسن، كيجي سهل من درتو معلقه ناشفه فما كيبغيش كاع يتحيد كما كتشوفوا. من بعد ما زدت الجليكوز غادي تزيدوا معاهم لا كريم فريش، وغادي نوضعو الكل فوق البوطه يقرب ليا. من بعد ما غلى الكل كيما كتشوفوا بحال هكا، غادي نشوف الوريقات الجيلاتين اللي سبق ليا. شوفوا معايا، سبق ليا وفزكتها في الماء، كنحيد منها الماء وكنضيفها مباشره هي والشوكولا صافي. وكنحاول نذوب الكل في خطره. من بعد غنضيفو الملون اللي غادي تحتاجو كيما قلت لكم، نضيفو شويه من الملون ونشوفو على حسب الدرجه اللي بغينا. كذلك غادي نزيد شويه من النكهه ديال الكاسيس، النكهه ديال لي فخوي روج. باش ما يجيش عطينا غير اللون، كذلك يجي عطينا حتى المذاق كما شفتوا. شوفوا معايا اللون كيفاش كيجي، انا بغيت هذا اللون، هذا ما بغيتوش غوز، ما بغيتوش احمر بزاف، شفتوا. واللي بغى اقل من هاد الدرجه راه غير نقص غير من النكهه ومن الملون. احبائي كناخد الميكسر، كنعاود نطحن الكل. كنتاكد انا ما بقاوش حبيبات ولا شي حاجه، خديت هاد القريعه وغادي نصفيه هنايا وميم طون نخليه يبرد باش نخدم بيه. خليت الكلاصاج يبرد وميم طون جبت لي زونترومي ديالنا باش غادي نديمو ليهم ونرجع لكم ان شاء الله من بعد ما نديمو ليهم.
تسخنها هكا او لا تقيسوه بما تقريبا درجة 24 تكون بدرجة حرارة المطبخ. كنتمنى يكون عجبكم هذا الكلاصاج وتجربوه، ففعلا كيجي رائع من اول تجربه. كما قلت لكم هنا كنكون وصلت نهايه لا فيديو ونهايه الاقتراح ديال هذا النهار. كنوعدكم فيديو جديد ان شاء الله اللي يجي مميز وزوين بزاف ويستافد منه الجميع. بسلام عليكم، الى فيديو مقبل ان شاء الله. خليتكم راحه ودمتم.